عمليا عندما قام العدو الإسرائيلي ببداية هذا الهجوم البري على لبنان، قام ب 1400 غارة في يومين باعتقاده أنه قضى على جميع مرابط أو فوهات ممكن أن تكون مرابط لأسلحة أو صواريخ. اليوم يعني وأدخل عندما دخل إلى أرضنا في هذا الاعتداء، أدخل على أساس أنه لواء واحد يستطيع يعني احتلال كل الليطاني. اليوم لديه خمس فرق، لديه قرار بهليبي رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أن عملياتنا حققت أهدافها وسوف ننسحب خلال أسبوع أو أسبوعين ليس أكثر. هو يعاني، لديه 990 إصابة في المستشفيات، لديه 90 قتيل معظمهم من الضباط، لديه يعني فشل في المستوى الدفاع عن أجوائه. اليوم طيران المسير والصواريخ التي تنتقي أهدافها تصل إلى أهدافها في الجليل وأبعد من الجليل، في حيفا، في عكا، في صفد، وفي الأماكن المؤلمة من الصناعات العسكرية ومن التواجد العسكري. وبعد حزب الله لم يقصد مدنيين حتى الآن، حتى يؤلم كما قال الشيخ نعيم قاسم أننا هذه حرب إيلام، ولكن لم تبدأ بعد إيلام العدو. أعتقد أن المقاومة حققت نوع من توازن قد يؤدي إلى خضوع الإسرائيلي على للمبادرات الأمريكية بتطبيق 1701 بشكل كما يريده لبنان، والمقاومة بحذافيره ومن دون أي زيادة ومن دون أعطاء أي حق لإسرائيل أو للعدو الإسرائيلي أن يكون له أي حق في تعديل هذا القرار الدولي.